يا إخوة الكرام، يجب علينا أن ندعو لهذا الملك الهمام، أقولها بصوت عالي، الملك محمد السادس بالصحة والعافية. يا إخوة الكرام، إنه أعطى، أنا أشهد، من صحته ليخدم ليس فقط دولته اللي هي المملكة المغربية، ولكن ليخدم قارة. هو الذي قرر في ظرف من الظروف أن يوجه كل طاقاته وطاقات بلده إلى إفريقيا. هو الذي قضى معظم وقته يتجول بين الدول الإفريقية يشرح لها رؤيته ليجعلها تنخرط في المشاريع. هو الذي بعد ذلك نفذ المشاريع بجميعها المالية والبنى التحتية والإلكترونية في اتجاه، وكنت قد خصصت لايف. هو الذي اليوم يساهم في الأمن الغذائي في هذه المنطقة، وهذا ليس بسيط يا أخوة الكرام، لأن السفر قطعة من عذاب. مهما كنت تسافر في طائرات ومهما كنت، فالسفر يتعب لأنك تغير الجو والكثير من الأمور. وبالتالي فعلا ما قضاه الملك المغربي بين عواصم الدول الإفريقية كان رقما قياسيا، وفي الحقيقة يعني بذل مجهودا قويا جدا لنصل إلى ما وصلنا إليه، ولتصل فعلا المملكة المغربية إلى ما وصلت إليه، من أن تكون يعني هي الدولة اليوم التي لا يمكن الالتفاف عليها. فرنسا اليوم نفسها فشلت قبل سنة أو أكثر. أنا خرجت في خطاب فرنسي مباشر وقلت هذه نصيحة، الحكومة الفرنسية ستفشلون إذا لم تتداركون الموقف. فبدأ فشلهم وبدأ طردهم من الدول الساحل دولة بعد دولة، وفي الأخير عادوا قلت إلى صوابهم، وفهموا أنه يجب احترام الواقع. واليوم من بين الاتفاقيات قلت هو أنهم عندهم شراكة مع المملكة المغربية في المجال الزراعي للمساهمة فيما تقوم فيه المملكة المغربية من تزويد دول يعني جنوب الصحراء في المواد الغذائية الأساسية. إذا إذا سمحت لي السي غفار بدون واحد الإضافة بسيطة عفاك، غير تفاعل مع السي الشيء اللي قاله السي أبو عبد العزيز مشكور عليه، واحد الإضافة. أنا كيبان لي في إطار ديال السياسة ديال الملك، القضية ديال التعاون جنوب جنوب هو بيت القصيد. حنا ماشي بحال الرئيس الجزائري أن نقولوا الهدف ديال الأنبوب هو توفير الطاقة لأوروبا بالدرجة الأولى، هذا سايد إيفكت كما كيتسمى، يعني في درجة ثانية. الدرجة الأولى هو توفير الكهرباء للدول ديال غرب إفريقيا، وهذا هو اللي كيصعب على الإخوة الجزائريين يفهموه. كيقول لك كيفاش أنبوب غيدوز من 13 دولة وكاين أنبوب أخرى غيدوز من 3 ديال الدول؟ الهدف هو هاد الدول منين غيدوز بحد ذاتها، ماشي غير هي الطريق، هي الهدف. الهدف ديال هالناس الدول اللي ما عندهاش الغاز انها تنتج الكهرباء، وواحد العدد ديال المنتوجات اللي كتضيع القيمه المضافه ديالها كتمشي بسبب انعدام الطاقه. والقضيه الاخرى، الدول اللي اكتشفت الغاز، الكوت ديفوار، موريتانيا، السنغال، ان يكون عندها واحد المكان فين تحط الغاز ديالها ويمشي بتكلفه اقل، بلاص ما تستعمل طبيعتها الغاز المسال اللي كيتكلف بتكلفه كبيره وكتضيع فيه بزاف ديال الطاقه. هذه القضيه هذه فاش كنحطوها قدام عينينا كنفهموا الهدف ديال هذا الانبوب هو لانتيغراسيون ديال لافريك، وماشي باي ثمن كوت كوكوت اننا نعطيو الغاز لاسبانيا ولا نعطيوه لفرنسا. ماشي هذا هو السبب، هذا يمكن الهدف ديال الرئيس الجزائري اللي قال حنا ما خاصنا غاز، الغاز بغيناه لاوروبا، الغاز ديال نيجيريا. لا، ماشي هذا هو الهدف ديالنا. الهدف ديالنا هو هاد الدول هذه تنمى، وطبيعه الحال التصنيع اللي واقع في المغرب، الحركه ديال التصنيع اللي واقع في المغرب اللي كتحتاج طاقه كثيره، هذا هو من الاهداف. الهدف الثاني طبعا الحل الامونيك اللي كتحتاجها الفوسفات، لو سي بي اللي محتاجه الطاقه. وما نساوش باللي هذا الغاز هذا يمكن يتصيفط، يمكن يستعمل حتى الهيدروجين الاخضر، يعني حتى الا مشات الحقبه ديال الغاز ولا وقع شي، يعني لانه هذه طاقه في الاخير كتبقى المحروقات كتبقى طاقه محصوره، يعني ليست متجدده. كاينه امكانيه انه ينقل الهيدروجين لاوروبا وينقلوا بين هذه الدول هذه، وهذا هو من الاساسيات. هذا غير كاضافه لهذا الشيء اللي قاله السي ابو عبد العزيز، بشكر وتحياتي. لاني انا بس ليش توضيح خايف على اللايف عندك.
شوف اخوي ابو طالب، ابغى اقول لك شيء. اليوم المملكه المغربيه حتى انها سوف يكون لها توسع في قواعدها العسكريه، في قواعدها العسكريه في القاره الافريقيه. الدعم الاماراتي اللي اتى بعدد تقريبا 30 طائره، انا اتكلم 30 طائره هي صناعه فرنسيه، لو والله نسيت هي شنو الصناعه الفرنسيه، انا نسيت اسمها والله، كان على الميراج. لساني. اعتقد الميراج، اي الميراج الفرنسي، نعم. ترى من الطراز الجديد، بس الامارات تبي تغير الاسطول، اهدت 39 لمصر و30 الى المملكه المغربيه. طيارات حربيه، انا اتكلم طيارات حربيه وليست مدنيه. بالاضافه الى المملكه المغربيه دعمت العام الماضي وزاره الدفاع ب 15 مليار دولار، اسف 17 مليار دولار التسليح، هذا لبناء قواعد، لانك انت اليوم عندك استثمارات وعندك انابيب، هذه تحتاج اخوي ابو طالب تواجد امني وحمايه من الميليشيات والمخربين والى اخره. حيكون في توسع حتى للقواعد للمملكه المغربيه خارجيا عسكريا. بالاضافه انا اعتقد ان دول الخليج وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات حتدعم المملكه المغربيه بمجال التسليح العسكري او التواجد العسكري. لماذا؟ لان الان عندك الامارات والسعوديه مستثمره ربع تريليون دولار في رؤيه 2030، رفعوها من 200 مليون مليار دولار الى 250 مليار دولار، ربع تريليون دولار، هذا رقم ضخم، رقم ضخم جدا جدا في رؤيه 2030 المغربيه. انا اتكلم اخوي ابو طالب، كمان لا ننسى ان الامارات علاقتها مع موريتانيا الان علاقه اكثر من رائعه. اكثر دوله الان مستثمره في موريتانيا هي دوله الامارات، السعوديه اعتقد انها الثانيه او الثالثه في موريتانيا. اعتقد ان كمان الانبوب هذا حيتواجد في موريتانيا بقوه. فانا كمان التوقعات لبلومبرج في 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 الخمس سنوات القادمه وست سنوات ان يكون الدخل الموريتاني من اعلى دخل الافراد على مستوى العالم، حتى دخل الفرد المغربي. انا ما ابغى اطيل واختم فيها، انا اعتقد ان الانبوب هذا ذكاء من سياسي محنك، فعلا ضربة معلم، والمملكة العربية السعودية الحمد لله بلدي الذي اقتنصت الفرصة وفازت بتمويل هذا الأنبوب الذي حيكون لنا في عملياتنا حتى السياسية مع أوروبا. أخوي أبو طالب حنختلف في التعاملات السياسية مع أوروبا. فالأمر أنا أعتقد الكثير يتألم في الكومنت، فهنيا للمملكة المغربية وهنيا لرجل عبقري الرئيس ولد الغزواني الذي قريبا وخلال السنوات القادمة حتكون مفاجآت سياسية في موريتانيا كبيرة. لا أخوة المغاربة، لا تشوفون الزيارات هذه، الزيارات الذكية هذه، لكن الرجوع اصبروا شوي، اصبروا على الأخوة الموريتانيين وحتشوفون المتغيرات السياسية في الأربع سنوات القادمة. ذلك الذكاء الاصطناعي، نحن دخلنا في الذكاء الاصطناعي. تفضل مولود الباز. هنيا لكم. مولود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي عبد الله والإخوان أبو عبد الله وسي عبيد وسي أنا روز. حياكم الله جميعا. وبارك الله فيكم. هذا موضوع جيد وماتع. وهذه هي البثوث التي نحبذها ونريدها، وطبعا ربما أنت من موريتانيا يا أخي، من موريتانيا، نعم، مرحبا بك في المغرب، والحمد لله تقوم بمجهودات، أنا أتابعك دائما، مجهودات يعني جبارة للتقريب بين الشعبين المسلمين، الشعب الموريتاني والشعب المغربي، وبين القيادتين ومعالجة قضايا التي تهم البلدين، وهكذا. هذا يدل على أن الإعلام الكلمة النزيهة والكلمة الموضوعية والكلمة الحقة
الإنسان دائما يبتعد عن التفاهة وعن المسائل التي لا تفيد. وما أعود إلى الموضوع الذي أراه هنا في الشاشة، وقبل أن أريد أن أسجل أن المغرب عندما قرر أن يترك سياسة الكرسي الفارغ، وبذلك عاد إلى إفريقيا وعاد إلى الاتحاد الإفريقي، أسس هنا في المغرب. كان لهم طموح، كان لهم تخطيط مستقبلي، كانت لهم مشاريع اقتصادية، وما كان لهذه المشاريع أن تتحقق لولا عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي منصورا ومظفرا، ولولا الزيارات المتتالية، زيارات كثيرة جدا إلى إفريقيا قام بها ملكنا محمد السادس حفظه الله وشافاه، إلى تقريبا معظم الدول الإفريقية، وقع معها شراكات اقتصادية وشراكات اجتماعية وسياسية، مختلف الشراكات. كان يذهب معه ويذهب مع في هذه الزيارة كبار رجال الأعمال في المملكة. إذن فاليوم الدولة إذا أرادت أن تسمع كلمتها، يجب أن يكون لها اقتصاد قوي. حتى الدولة إذا ما أرادت أن تدخل مثلا في مواجهة ما مع عدوها ومع كذا، لا بد أن يكون لها اقتصاد قوي يمكنها من الثبات في أرض الميدان. فالحروب اليوم هي حروب اقتصادية قبل أن تكون حروبا عسكرية. إذن هذا الإطار جاء هذه الاتفاقية بين المغرب ونيجيريا ومجموعة من الدول الإفريقية، يعني الدول 13، لأن يكون هذا أنبوب الغاز النيجيري سيعبر على 13 دولة، ثم على الصحراء المغربية الغربية وإلى أوروبا. وسيساهم هذا الأنبوب في قفزة وفي طفرة اقتصادية كبيرة في البلد، في المغرب، وفي كل الدول التي يمر منها الدول 13، وكذلك نيجيريا بالدرجة الأولى. إذن سيصبح الاتحاد الأوروبي، أو سيرتاح الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية خاصة إسبانيا بالدرجة الأولى وفرنسا ولما حتى إيطاليا، كانت دائما الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر تبتزها ببترولها وبغازها. إذن مرارا هددت الجزائر إسبانيا بقطع أنبوب الغاز والبترول عن إسبانيا وعن الدول. لماذا؟ لأنها تعترف بالحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في الصحراء الغربية المغربية. إذن الاتحاد الأوروبي سيستقبل هذا الأنبوب باليدين وسيرحب به، لأنه ستكون له نجاعة اقتصادية وسيكون له مستقبل اقتصادي لكل الدول التي يمر منها ولدول الاتحاد الأوروبي. لأن المغرب أيضا هو شريك موثوق به، شريك موثوق به أكثر من الجزائر، موثوق من الاتحاد الأوروبي. الدليل على هذا، يعني أفتح القوس، أن عندما أعطى الجيش لرئيس الجزائر تبون العهدة الثانية، لم يتلقى تهاني كثيرة من أوروبا. معظم الدول الأوروبية، ربما دولة أو دولتين، إيطاليا أو ربما فرنسا، قدمت له التهاني في العهدة الثانية. نفس الشيء بالنسبة لتونس، الاتحاد الأوروبي ولو دولة لم تقدم له يعني لهذا الرئيس. لماذا؟ لأنهم يعرفون حقوق الإنسان في الدولة، ويعرفون يعني حالة السجناء السياسيين، سجناء الرأي. إذن فأوروبا عندما تعطيك وتبرك لك تهنئة، ماشي تهنئة هكذا تأتي، تهنئة تكون
فاعلة وتكون تقيمها، معناه أنك تعترف بك كرئيس منتخب أو كملك له أعراق في، يعني عندما نرى مثلا عندما يحتفل الملك محمد السادس بالعرش المجيد في كل 30 يوليوز، اتحاد دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وأمريكا كلهم يتصلون به ويبرقون له رسائل التهاني، معنى اعتراف بهذه المملكة العريقة والأصيلة. هذه هي التهنئة عندما تقدم لك الدول الأوروبية. من العار يعني رئيس دولة، يعني كل دول ثلاث أو أربعة تهاني توصل بها، لأنهم يعرفون أن نتيجة فوزه تم النفخ فيها. إذا النتيجة هي كوريا الشمالية 99.99 أو 90.90%، يعني هذا بهتان. إذا ربما بعض الإخوة، قبل أن أختم، بعض الإخوة طرح تحدث عن جنوب إفريقيا. أنا أقول كلمة، أن جنوب إفريقيا حاليا تعاكس المغرب في وحدته الترابية، ليس حبا في البوليزاريو ولا حبا للجزائر، إنما ترى أن المنافس القوي لها في إفريقيا، منافس سياسي القوي والمنافس الاقتصادي القوي، هو المملكة المغربية. إذن فتريد جنوب إفريقيا أن تعرقل يعني النماء السياسي للدولة وحتى النماء الاقتصادي داخل البلد، ولكن لن تستطيع. الدليل على ذلك أن فرنسا كانت تتوجس دائما من الزيارات التي كان يقوم بها الملك محمد السادس إلى إفريقيا وإلى دول الساحل، وما حقق شيئا. يعني حرشت الإعلام، فرنسا حرشت الإعلام ضد شخص الملك في لوفيغاغو وجميع الصحف، حرشت كوادرها وكذا، ولكن في نهاية المطاف وجدت أن المملكة وتمددها الاقتصادي في إفريقيا هو تيار جارف لا بد لها من الرجوع إلى المملكة، لا بد لها من الاعتراف بالصحراء المغربية. والملك محمد السادس كان قد طرح أن منظاره ليرى به العلاقات الدولية هو الصحراء. اعترفت بالصحراء المغربية فالمغرب معك اقتصاديا وسياسيا، بقيت في المنطقة الرمادية وفي الضبابية فلا مرحبا بك في المملكة. هذه هي سياسة الرجال، هذه هي السياسة الصادقة، عكس بعض الدول لا تمارس. أخي مولود، نعم، حتى الوقت يعني معنا أخت بنت العرب أعتقد، ربما نكمل الكلام لنعود إليك مرة أخرى. نعم، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. سأبقى أم أنزل؟ لا، مرحبا بك، إذا تبقى معنا ما في مشكلة. لأن لدي مجموعة من نقاط أخرى وأخرى، ما كان مشكلة. فقط من أجل الوقت حتى نمرر الكلام. نعم، صحيح، ما كان مشكلة. لا، نعم، لا حرج. ثم نعود بعد ذلك. نعم، أهلا بكم الأخوة، شكرا لك الأخ أبو طالب. أنا أحمد أختك موريتانية ومهتمة بالأمر المغاربي ككل، طبعا بالقضايا العربية والإسلامية، ومهم عندي حتى أني نشوف جميع بلداننا الإسلامية والعربية في ازدهار وفي تقدم وقوية ومتوحدة، هذا هو دافي. وبالنسبة لي أنا، وبدون أي مجاملات وبدون أي مثلا عواطف ولا أي شيء، أنا بالنسبة لي المغرب، المملكة المغربية الشريفة قدوة، يجب على جميع الدول المغاربية تحذو حذوها صراحة، لأنه مستوى القفزة ما شاء الله النوعية اللي توصلت لها، واللي حد قارن مثلا زيارات زار المغرب من 10 سنوات إلى ذلك يعرف مدى ما شاء الله التطور اللي خلق في المغرب. وحتى اللي قط مر بدول مر بالأقاليم الجنوبية المغربية يعرف مدى نمو ما شاء الله، ومدى نظام
تحس على انك داخل في دولة مبنية وعندها نظام قوي ما شاء الله تبارك الله. وهذا طبعا لولا سبحان الله هاي القيادة الرشيدة اللي ما شاء الله من عهد جميع هاو السلاطين والملوك العلويين، ما بالنسبة لي اعترف على انهم نظامهم ناجح وجلالة الملك نصره الله ان شاء الله. انا نقولها موريتانيا غير نقول نصره الله، ونقول الله ان شاء الله يشفيه، والله ان شاء الله يخلي شعبه اللي يبقيه. اكبر نجاح يقدر يجبره انسان على انه يعود شعبه يبقيه ويطلب له مولانا ومقدره مثلا. وبالنسبة لزيارة ماكرون انا نعتبرها زيارة عندها دلالات كبيرة ورمز الاعتراف مثلا القارة الأوروبية والغرب على المستوى اللي يوصل للمغرب جميع المجالات، اتفاقيات ما شاء الله الاقتصادية اللي وقعت اللي هم أنفسهم جايين يدوروا المغرب على أنه يتعاون معاه. هذا بالنسبة لي أنا هذا ذاك نجاح كبير ما شاء الله، ورؤية ملاها متنور ما شاء الله. وبالنسبة لي هذه قفزة نوعية، خصوصا على أن رؤية المغرب فيما يتعلق جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية ومثلا المستوى الاجتماعي، بالنسبة لي جميعهم ما شاء الله. أنا قايل على أنه فات أتى كله ومازال لا يجني ثمارها، لأن هذا هو نموذج الخير المطلوب، عمارة الإنسان الأرض. هذه الطاقة بالنسبة لهم النظيفة اللي سعوا من أجلها نموذج صارخ للتقدم اللي وصل المغرب. طاقة نظيفة، هذا الهيدروجين الأخضر اللي يخلص اللي يخلص مثلا من التلوث البيئي اللي تشكل عن طريق المصانع اللي تعتمد لا على المسائل اللي مضرة بالبيئة. هذا بحد ذاته نجاح كبير، وبالنسبة لي هذا متواصل لأنه نظرة الملك رحمة الله عليه الحسن الثاني لذوك السدود اللي كان مثلا كانوا الخصوم ذيك ساعة كأنهم ينظروا له نظرة على أنه ذا الواحد في شنو. هذه الطاقة الكهربائية الكهرومائية النظيفة اللي تنتج من هذه السدود، هذا بالنسبة هذا إنقاذ للبشرية. أنا بالنسبة لي هذا النوع إنقاذ البشرية من هذا التلوث البيئي اللي وصلنا مثلا وانتشار الأمراض والأوبئة وذا كامل. بالنسبة لي هذا نجاح كبير اللي لاهي مثلا دور تجبر دور يجبر مثلا وكلوا بشيء سبحان الله. بالنسبة لي أنا مدي الطريقة اللي يتعامل بيها مع داخليا ما شاء الله، حد مطلع على قط جاء المغرب وجاه وشاف مثلا اللي يخلق منه ما شاء الله التعاون، حداد الزلزال الأخيرة ما شاء الله عندهم ذيك رؤية التعاون، وقام هب الشعب كامل مع ملكه وتأثر الملك باللي وقع على شعبه. هذا يدل على فم شيء كبير، مثلا فم 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 مبادئ وفم فم قوة ما شاء الله. بالنسبة لي أنا سبحان الله نموذج يلتحتذاه المنطقة كاملها، والسعي مولي من أجل بناء العلاقات مع الناس مع الدول المجاورة ولا كامل. ما خاف على حد، لأن المغرب دولة محترمة من جميع الأطراف. من طبعا أشكر أخت بنت العرب، وأعتقد أعترف وأعتقد أن البعض سيقول أنني أنا من جلبته، والله يشهد أن أول مرة تتدخل ولا أعرف خلفيتها ولا من أين هي، والآن سمعتم رأي موريتانيا قحة بدون مجاملات وبدون وتقول هذا الكلام الذي أنا قلت نحن أمام مقاربات، وأنه يجب الإشادة بالمقاربة المغربية. لماذا؟ لأننا رأينا نتائجها، ومن لا يحسد وليس في قلبه غل وليس في يعني هذا يجب كما قالت نحن مسلمين ونحن عرب ونحن كذا، يجب أن نشيد إذا نجحت المملكة العربية السعودية هذا فخر لنا، إذا نجحت الإمارات، إذا نجحت قطر، وإذا نجحت الجزائر، أو إذا نجحت تونس أو نجحت
يعني هذا يجب أن يكون فخر لنا، ونحن بدون يعني مجاملات يجب أن ننظر إلى هذه المقاربات وعلى النتائج. ولا الذي يعني في الحقيقة الذي يعني ابتسمت عندما قالت هذه الطاقة النظيفة، فهي تتحدث عن الهيدروجين الأخضر، ولا ذهب ذهني إلى هذه الصيغة المجازية، وأن هناك طاقة نظيفة في المقاربة المغربية، أنها طاقة قائمة على رابح رابح، طاقة قائمة على الحب الخير للآخرين، أنه قناعة أن لا يمكن أن أربح أنا دون أن تربح أنت، لا يمكن أن تكون لي أنا مصلحة دون أن تكون لك أنت مصلحة. وبهذه المقاربة استطاع المغرب أن يجلب انخراط دول الخليج، انخراط الدول الأوروبية، وانخراط الدول الإفريقية، وأن يصبح كما قلت يعني حلقة في كل هذا يصبح الأمم المتحدة للأمم الإفريقية. نعم، إذا هذا بعد رأيي، ولله الحمد جاء من عند الله، من الأخت يعني بنت العرب، ليس من عندي، وربما أتوقع أنت كانت تختلف معنا في الرأي، وهذا ليس فيه مشكلة عندي، ولكن هذه أخت من موريتانيا أعطت رأيها بكل فصاحة وصراحة. يا إخوة الكرام، إذا كان في تدخل أخير لأتفضلوا، لأنه ربما أشرفت على ختم. والله 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 أبو طالب، تبي الحقيقة ولا لا؟ البعض، لعل أنت من موريتانيا، شوف الرئيس ولد خلينا نعطيك إياها على الأخير، على الرئيس ولد الغزواني. الآن أنت تتكلم يعني في له منافسين على السلطة، والرجل يقول لك أنا بستخدم العصا من الوسط، مثل ما اتفق الأخ عبده، يعني هو يتكلم كلام عميق. يعني البعض، إحنا مشكلتنا أغلب اللي يشاهدون يتكلمون بالعاطفة، لكن السياسة لا. شوف، في أمور لازم، في أمور تجامل سياسيا، لكن أنت عارف بعد 5 سنوات يدك اليمنى إلى أين، يدك اليمنى إلى أين. لكن هناك أنت تعرف من يتربص بأمنك وإلى آخره. اليوم أنت قاعد تبني في موريتانيا، أنت قاعد تبني بناء قادم كبير جدا، سواء البناء من ناحية نتكلم العلاقات، الاقتصاد إلى آخره، المصانع وإلى آخره. المنطقة أخوي أبو طالب، المنطقة الإفريقية، لا زالت هناك ميليشيات، ولا زالت دول تقود ميليشيات، ولا زالت دول تتربص بأمن دول من ناحية خلق الميليشيات وخلق بورا مشاكل وإلى آخره. فالرئيس ولد الغزواني جنب بلده عدد من الصراعات بذكاء سياسي، لكن هو يعلم، هو يعلم أين هو. طيب لو كان الرئيس الآن ولد الغزواني، لماذا يمر هذا الأنبوب عن طريق موريتانيا؟ لماذا؟ لماذا؟ طيب أين مصلحته الأكبر؟ هو يعرف أين، بس لكن الوقت الراهن يتحتم علي أنا أمارس العلاقات الوسطية مع الكل، لكن دهاليز السياسة. وأنا أقولها بصريح العبارة، المملكة المغربية وموريتانيا سياسة واحدة، شاء من شاء وأبى من أبى، لكن في مجاملات سياسية يجب أن تأخذ على محض الاعتبار، لكن الشراكة الاقتصادية والسياسية والأعمق إلى أين؟ إلى المملكة المغربية. المملكة المغربية اليوم أثبتت في القارة الإفريقية وفي الدول العربية هي الدولة المؤثرة الأولى دون مجاملة، والدولة المؤثرة الأولى سياسيا واقتصاديا وعلميا وبجميع الإطارات، وهي من عول عليها في القارة الإفريقية للم شمل العرب. ونتمنى أن الله يهدي الجزائر أخي أبو طالب، يعني هو يهدي الجزائر. أنا أعتقد أن كمان التحالف اليوم في ليبيا، اليوم الرأي نتكلم عند ليبيا، المشير خليفة بالقاسم حفتر قادم، وهو حليف للمحور العربي، حليف للمحور العربي. نتكلم اليوم الدول الخليجية الكبرى آتية وبثقلها للقارة الإفريقية، رأينا المملكة العربية السعودية في جيبوتي سواء بقاعدتها أو تأخذ ميناء جيبوتي، نفس الشيء الإمارات، الإمارات دولة لها ثقل اقتصادي وسياسي في القارة الإفريقية،
اليوم اتي بكبرى صناديقهم الاستثماريه وبجهه ملياريه كبيره وبشراكه. هذه يا اخي ابو طالب ما تحدد السياسه القادمه للقاره الافريقيه. حتى فرنسا لن يكون لها تواجد، الميليشيات لن يكون لها تواجد في القاره الافريقيه، وانا اعتقد ان الاحق بالقياده في القاره الافريقيه مع قوه عظمى هي المملكه المغربيه الشريفه، بالاضافه بتكون تواجد الولايات المتحده الامريكيه وروسيا في هذا الامر. انا اعتقد يجب شاء من شاء وابى من ابى، المملكه المغربيه الشريفه هي القوه العظمى في القاره الافريقيه. شكرا، مرحبا، سلام. مولاي تفضلي، لك تيكت سؤال. مولاي السلام، مولاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا، مرحبا بك. اهلا وسهلا اخي ابي طالب، مساء النور عليك. اولا وقبل كل شيء اسلم على جميع الاخوان اللي كانوا، خصوصا اخت بنت العرب والمداخله الرائعه ديالها، الاستاذ مولود اللي كان مع مولود الباز، الاخ عبدو، الاخ ابو عبد العزيز، واخويا اناروز، وجميع الاخوان الحاضرين في اللايف. اذا سمحتوا لي اولا بغيت نشكر نوه بالاخ ابي طالب في اللايف ديال امس، لانه صراحه تاكدت باللي ان الرجل يعني عنده واحد الخصال قياديه قويه، دار واحد التاثير امس على المشهد، خصوصا نقولوا على التيك توك المغربي، دار واحد التاثير تعدى اللايف، لان الاخوان كانوا كيدخلوا. انا لموني عده اخوان لانهم يريدون ان يتفاعلوا مع الاخ ابي طالب، ولكن اللي عجبني صراحه ان الاخ ابي طالب عنده واحد القلب كبير ما شاء الله عليه. انا ليس غريبا انه ابن بطل وابن مرضيه الوالدين، فورث منهم البطوله ورضيه الوالدين الحمد لله. امس شرفنا ودوز واحد، دوزتي الاخ ابي طالب، دوزتي واحد صراحه، دوزتي واحد رساله للاخوه المغاربه. تفاعلوا معايا مزيان بالليل، امس بالليل تفاعلوا مزيان على الموضوع اللايف، وكان الحديث عليه كثير بين الاخوان، حتى انه الموضوع اللي فتحوا البارح في الليل، وكل ما دخلت اللايف المغربي كيسولوني في نفس الموضوع. صراحه دوزتي واحد الميساج ديال الاخوه وديال التاخي وديال ان الناس يقبلوا الواقع ويقبلوا ويعرفوا يتعاملوا مع الواقع، وانهم يتعلموا يصبروا ويتعلموا يقراوا ويتعلموا يقراوا المشهد، ما يتسرعوش. دوزتي رسائل متعدده الحمد لله. امس انا كنوه بك زعما صراحه، انت مثال في التيك توك، انت مثال في مواقع التواصل الاجتماعي، انت احسن من يمكن ان يمثل موريتانيا. انا اراك سفير موريتانيا في الامم المتحده ان شاء الله، والله العظيم انا اراك بالرزانه اللي عندك الحمد لله. صراحه انا ماشي كنشكر فيك، انا كنقول اللي حسيت به واللي وصلوا لي الناس، شكروك مزيان. انا لاموني الاخوان بزاف لانهم ما قدروش ياخذوا الكلمه يتكلموا معك، والله العظيم الا لاموني كثير، حتى شفتي العدد الهائل الناس اللي خذوا الكلمه، ورغم ذلك ما كانش كافي. غادي نعاودوها ان شاء الله مره اخرى في المنصه عندك او المنصه عندنا. مرحبا بك، لان نعم سيدي، نعم اخ مولاي، هو انت للامانه ادارتك للامس كانت إدارة يعني ما شاء الله في المستوى، ولذلك وجدنا نحن المساحة لأن نوصل هذا الخطاب. وشوف والأخ أبو عبد العزيز يعلم ذلك جيدا، شوف إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ومن كان صادقا مع الله وصادقا مع نفسه متأكد يقينا وعقيدة أن خطابه سيصل إلى حيث يجب أن يصل. وقلب قلب المؤمن دليله كذلك. نحن وهذا أكدته حتى لإخواننا في كل مكان في الجزائر أو في كل مكان، قلنا لهم نحن أبدا لا غل لدينا ولا حقد ولا عداوة، ولكن نحن نريد من إخواننا أن يفتحوا بصيرتهم ويروا الامور بكثير من الموضوعيه، ما يكون كل عاطفه، ويخرجونا من مراحل نحن في حقها لم نعد يعني نعيشها.
مرحلة الاستعمار ومرحلة مخلفات الاستعمار لا، نحن يا أخوة الكرام أمة، نحن أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني يجب أن نترفع عن كثير من الأمور وأن ننخرط في الحقيقة فيما ينفع الناس، لأن ما ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض.